السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قناة الطبخ بقى أسهل. لو بتحب ولادك وبيتك وعايز تحافظ عليهم، شارك في حملة منع انتشار كورونا وخليك في بيتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كريمة من قناة كوكين ويد كريمة شانيل. كنقول لكم بقاو في ديوركم الخوت حتى كورونا تفوت. البارح كضحك على كورونا وما مسوقش، اليوم يقدر اي واحد يمرض من عائلتك او اقرب الناس ليك. وكنقول لكم بقاو في ديوركم حتى تفوت هاد الازمه ان شاء الله، ونكونوا متضامنين يد وحده باش نحميو راسنا ونحميو ولادنا ونحميو بلادنا. السلام عليكم خوتي، انا بديعه من قناه بديعه شانيل. من هاد المنبر كنبغي نقول لكم جلسوا في البيوت نتاعكم، الله يجازيكم بخير، فهي غير فترة ودايزة ان شاء الله باذن الرحمن. ما نخليوش بالتهورات ديالنا نكبروا هاد الشيء اكثر ونفقدوا ناس عزازين علينا. فغيمو هاد الشيء راه سيريوس سيريو بزاف. اش غادي نقول لكم، احنا كنشوفوه في التلفازة وشوية بعيد علينا، ولكن راه من اللي غادي الله يستر، الا يجعلها يستر بي الا وصلت شي حد الانسان اللي حنايا كنبغيوه عاد نحسو لا. فلهذا نديرو يد في يد ونتضامنوا مع بعضياتنا ونجلسوا في ديورنا نديرو خير في راسنا وفي الناس. الله يجازيكم بخير، جلسوا في البيوت نتاعكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا من قناه ام ياسين امازيغيه. انا تنضم صوتي مع صوت الاخوات، تنقول لكم اخوتي نجلسوا في ديورنا، نجلسوا في ديورنا من اجل بلادنا وخوتنا وولادنا، من اجل حباب ديالنا. تنتمنى اخوتي نجلسوا في ديورنا ونصبروا، ان الله مع الصابرين، ان الله مع الصابرين. ايتما استما اتمنى غيتما نكون اختي منا باش نحمي تمازيرتنا، نحمي تروانا، نحمي ما يعزن دارنا، ويا ربي احمي لينا بلادنا واحمي لينا جميع المسلمين يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا غزلان من قناة غزلان حميد. غادي نبقى بداري حفاظا على سلامتي وسلامة عائلتي، وكنطلبكم ونطلب الناس اللي في كل بقاع العالم، كل من كل الاجناس، باش يبقاو في ديورهم حفاظا على سلامتهم وسلامه العائلات ديالهم، وباش ما يتنتشرش هذا المرض ويتحد في اقرب مده واقرب وقت ان شاء الله. سلام البنات، انا من قناه ام ماهر. جيت اليوم نهضر على كورونا او ما بيسمى بكوفيد 19. الله يخليكم كاملين منا، خصنا نكونوا واعيين بهذا الشيء وخصنا نديروا يد في اليد باش ان شاء الله نقضيو على هذا الوباء. هذا شنو خصنا نعملو؟ خصنا نلتزموا نجلسوا في ديورنا ونجلسوا في ديورنا وما نخليوش وليداتنا يخرجوا للزنقه بصفه نهائيا باش نقدروا نقضيو على هذا الوباء. هذا الله يخليكم خذوا هذا الشيء بجديه وبالمسؤوليه، لان الا درنا هذا الشيء فغادي نقدروا ان شاء الله نقضيو على هذا الوباء. هذا خصنا نصبروا ونجلسوا في ديورنا وما نخليوش وليداتنا يخرجوا للزنقه بصفه نهائيا. ايثما سويثما راكي نو ان شاء الله وتجمشي لاوانكم مضفونا بارا يعني بصفه نهائيا باش نقضيو خل الوباء. يا خصنا نغلبو الدا نجداونا كيدا الدا نوعيو ضاونا باش نطفو نشيه بارا، لان منيا خطأ بزاف. خصنا ضروري نقضى خل الوباء. يا خصنا نقيم كيدو درينا غنيري كفوسكفوس نيري وعي سمانايا نخدم منيا المسؤوليه. فالله يخليكم كلشي التزم في دارو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم برنسيسة تشانيل. خوتي اخواتي، اليوم بغيت نقول لكم التموا بيوتكم وحديوا راسكم واولادكم، يا اما الانحصار او الانتشار. راه بالتهور ديالنا نقدروا نفقدوا اعز معنا، فلهذا كنقول لكم التموا بيوتكم وما تخرجوش الا للضرورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميمو من قناة ميمو التدموتين. خوتي اخواتي، هذا هو الوقت اللي خصنا نكونوا يد وحده ونتعاونوا باش نقضيوا على هذا الوباء. بالجلوس في المنازل اسبوعين غادي تكون حاسمه، يا اما انحسار واما انتشار. حافظوا على نظافتكم
واغسلوا أيديكم ونتبعوا التعليمات ديال وزارة الطب الوقائي ووزارة الصحة، وغادي تفوت هذه المحنة بإذن الله. خليكم متفائلين وغدا بإذن الله غادي يكون أحسن إذا فعلنا ومشينا على التعليمات بالحرف. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ بلدنا وبلد المسلمين أجمعين. وغادي نطلب منكم واحد طلبة، واحد دعاء لخوتنا المسلمين في جميع أنحاء العالم. ميمو تدموتين. السلام عليكم، معكم بشرى من قناة ويواموند. خوتي خواتاتي، الدولة دارت لي إليها ودابا الدور ديالنا حنا كل واحد يلزم دارو، منها يحمي راسو ويحمي وليداتو وبلادو. السلام عليكم، معكم مريوم في البيوت. هذا نداء لجميع المواطنين، جميع المغاربة خارج الوطن داخل الوطن. كنقول لكم لزموا بيوتكم، دخلوا لديوركم، سدوا عليكم، حميوا روسكم وحميوا الناس اللي معكم وحميوا حتى المواطنين. ديروا عزل صحي، حافظوا على روسكم وحافظوا على الناس. هذه محنة وغادي تزول إن شاء الله. يا ربي تحمينا وتحمي بلادنا. السلام عليكم. أنا دنيا من قناة عالم دنيا يناديك. عفاك إلى عزيز عليك بلادك ولادك، خليك في دارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم فاطمة الزهراء من قناة فضاء فاطمة الزهراء مفتاح. خوتي خواتاتي المغاربة، الله يجازيكم بخير. بغيتكم تلتزموا البيوت ديالكم، بغيتكم تلتزموا بالحجر الصحي. راه الدولة ما جاتش وفرضته علينا غير هكاك، راه فرضته علينا حيت في صالحنا وفي صالح المجتمع كامل. راه الا خرجتي غادي تكون اناني، غتكون تأدي نفسك وتأدي اي واحد قريب ليك. راه يقدر هاد الفيروس ما ياثرش عليك انت حيت عندك المناعه قويه، ولكن تقدر تجيبو لولدك اللي صغير وتقدر تجيبو لامك اللي عندها مرض مزمن. فراه خصنا نلتزموا البيوت ديالنا. هاد المرض هذا ما غاديش يقضي علينا، حنا اللي غادي نقضيو عليه، وباش نقضيو عليه ونحاصروه خصنا نلتزموا بالحجر الصحي. بقى في دارك باش تحمي نفسك وولادك. السلام عليكم، انا مريم جميل. كنت النهارده حابه اوجه رساله عامه لجميع الدول، ياريت ما تخرجوش من البيت وتحافظوا على سلامتكم وعلى سلامه اولادكم وتحافظوا على نظافتكم الشخصيه، وياريت تقراوا القران وتقراوا سنه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، لان هذا كله حصل بسبب ان احنا بعيد عن ربنا. اللي حصل ده كله اشاره من ربنا ان هو يخلينا نقربه منه ونقرأ في القران ونعرفه السنه بتاعت نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. يا ريت نهتم شويه بالكلام دوت، وخلي ثقتكم في ربنا كبيره قوي، وكل ما يصيبنا هو ما كتبه الله لنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي في كل عالم، إن شاء الله كلكم بخير وعلى خير. أنا أمو محمد من قناة ليد السوق الشفاقتين. اليوم موضوعني بس رسالة بنوجهها لأخوتي لأخواتي في كل العالم. الله يحفظكم والله يجازيكم بالخير. ابقوا في بيوتكم، إن عارف ملي كتبقوا في بيوتكم راه بحال كتنقدوا روح. ملي كتبقوا في بيوتكم راه كتنقوا ارواح ماشي غير روح. ان الفيروس الكورونا قتال، هو جرثوم قتال، ماشي لعبه ماشي ضحك. انا عايشه في فرنسا وبدات في وراها ما تعرف الدنيا مقلوبه جدا، ما كانش اللعب زعما، راه هذه حاجه حقيقيه. الله يحفظنا، الله يحفظ امه محمد عليه الصلاه والسلام، ونصبروا ان شاء الله. وخا نهار نهارين خمس ايام، اشن هي خمس ايام ولا 10 ايام ولا حتى شهر في كل الحياه. المهم واحد يصبر، ان الله مع الصابرين اذا صبروا. ان شاء الله صبروا وبقوا في بيتكم، هذا غير شي سوا سي سوفي دي في. الا بقيتوا في بيتكم راه لا بحال كتنقدوا الارواح، وتعرفوا كثير كيشف الارواح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم وجزاك الله خيرا، والله يحفظكم جميعا من كل بلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم قناة وصفات سهلة وبسيطة من مطبخ نيلة. نتمنى من كل واحد راه يشوف فينا الآن أنه يلتزم الحيطة والحذر. الله يجزيكم بالخير، كل واحد يحكم داره. شعارنا هذه الأيام كل واحد يحكم داره،
الحيطة والحذر وشكرا. إذا قلت المرض بتهورك فأنت قاتل، ويصدق فيك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. بقى في دارك تحمي حبابك وبلادك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بديعة من قناة بديعة عمر. اليوم كنعيشوا كبقية العالم مرحلة استثنائية وصعيبة بزاف. هاد المرحلة كطلب منا كاملين نلتزموا بقواعد الحماية اللي صبحات معروفة عندنا الجميع، ونتعاونوا ونبقاو في ديورنا باش نتجاوزوا هاد المرحلة بسلام. التضامن والاتحاد فيما بيناتنا لتغيير الواقع اللي كنعيشوه اليوم في سبيل وطننا الحبيب، باش نوصلوا لبر الأمان كاملين. ليكون شعارنا: جلس في دارك تحمي نفسك وتحمي بلادك. السلام عليكم، معكم نوال من قناة طبخ مع نوال. هذا نداء لجميع المغاربة داخل المغرب أو خارج المغرب باش نبقاو في ديورنا من أجل سلامتنا وسلامة وليداتنا وسلامة الناس اللي كنبغيهم وحتى البلاد ديالنا. عافاكم عافاكم، جلسوا في ديوركم، لأن كل شيء عنده العائلة ديالو كيخاف عليها من هذا الوباء. لهذا بقاو في ديوركم، إما الحصار أو لا الانتشار. عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم رحلة الإيمان. بتمنى من كل أخ وكل أخت إن هو يقعد في بيته الفترة ديت، عشان الفترة ديت فترة حرجة جدا. انتوا زي ما انتوا شايفين الأحوال يعني متدهورة في كل البلاد، فأقعد في بيتك الفترة ديت لحد بس ما تعدي على خير. فيروس كورونا وباء يعني منتشر في كل العالم دلوقتي، وربنا يرحمنا برحمته ويسترها على المسلمين أجمعين ويسترها على البلاد العربية. فأتمنى من كل أخ وكل أخت يقعد في بيته الفترة ديت، معلش إن الله مع الصابرين. بإذن الله هتنزل وهتخرج وهتبقى العيلة كلها بخير، بس فترة معينة اقعد في بيتك بحيث إن انت تحافظ على أسرتك وتحافظ على بقية العيلة. فبتمنى من كل أخ يسمع بالنصيحة ويقعد في بيته الفترة ديت.